السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي برنامج بعد الماتش. النهارده احنا معاكم في حلقه جديده، بس قبل ما نتكلم عن موضوع حلقتنا النهارده، لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك بسرعه في القناه، وبالاخص لو انت زملكاوي، لان احنا برنامج زملكاوي فقط، بنتكلم عن اخبار نادي الزمالك وبنحلل مباريات نادي الزمالك. فلو انت زملكاوي ولسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه، ولو ما فعلت زر الجرس فعل زر الجرس، وفي نهاية الفيديو لو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك للفيديو. موضوع النهاردة اللي هنتكلم فيه مع حضراتكم هي الصفقة المحتملة، هي الصفقة اللي حصل عليها كلام كتير اول فترة الاخيرة، حسين بن عيادة، لاعب شباب قسطنطينية ولاعب منتخب الجزائر. حسين بن عيادة لعيب باك يمين في المركز اللي الزمالك محتاجه، المركز اللي عامل أزمة كبيرة جدا جدا للزمالك الموسم ده، المركز اللي بسبب هروب حمدي النجاز وبسبب إصابات حازم إمام المتكررة عامل صداع وعامل أزمة في دماغ كارتيرون. وأنا اتبسطت جدا إنك لسه قبل ما الموسم الجديد يبدأ إنك بدأت تدور وبدأت تدعم، وهو ده المطلوب. وبالأخص إن الزمالك في خلال السنين الأخيرة دي الزمالك حظه كويس مع لعيبة الشمال الأفريقي، يعني تلاقي مثلا فرجاني ساسي، تلاقي بن شرقي ونجم، النجاز برضو كان في الجانب الهجومي كان لعيب كويس. فالزمالك حظه كويس قوي مع لعيبة الشمال الافريقي السنين الاخيرة، وعشان كده الانظار اتجهت لحسين بن عيادة. حسين بن عيادة عنده 27 سنة، حسين بن عيادة لعب في اندية جزائرية، حسين بن عيادة لعب في نادي اتحاد الجزائر، ولعب في نادي الشباب قسطنطينية، بيلعب في شباب قسطنطينية دلوقتي. هو باك يمين، انا اتفرجت عليه لعيب حلو قوي. بس قبل ما نخش على الجانب الفني بتاعه، الزمالك فعلا بدأ فتح خط مفاوضات مع وكيل اعماله، والزمالك عاوزه واللعيب مرحب، بس كل اللي عطل الموضوع اجراءات السفر بسبب الظروف بتاعت الطيران والمرض والوباء الفترة دي، هو ده اللي عطل الموضوع شوية. انما الموضوع الزمالك مركز عليه قوي، وامير مرتضى بشكل خاص مركز قوي مع الصفقة دي وعاوز يخلصها في هدوء عشان خاطر الزمالك بيعاني من المركز ده. حسين بن عيادة لو هنتكلم بقى عن الجانب الفني، هو لعيب مدافع، هو لعيب بيعرف حافظ حتة الباك اليمين دي قوي، اتفرجت عليه عجبني قوي، بيقف كويس، تمركزه كويس جدا، بيقطع الكورة كويس جدا، وساعات بيلعب في الحتة بتاعت المساك لو لا قدر الله محمود علاء او الونش او عبد الغني لو فيهم حد اصابات بيخش يلعب في الحتة دي معاهم. حسين بن عيادة ما بيعديش نص الملعب الكتير، بس لما بيعدي نص الملعب بيعمل خطورة جامدة جدا، وعشان كده السنة دي اللعيب ده عمل صنع 6 اهداف مؤثرة وعمل وجاب احرز 4 اهداف. لما تلاقي لعيب في 21 ماتش باك يمين مدافع بيجيب لك 4 اهداف، لا يبقى ده لعيب رجله حلوه على الجون ورجله حساسه وعينه حلوه، وفي نفس الوقت بيدافع كويس قوي، بيقطع الكره كويس قوي، بيتمركز كويس قوي، وبيتميز كمان بالقوه الجسمانيه، تحس كده زي طارق حامد، تحس كده من اللعيبه اللي هي اللعيبه اللي ايه الوتد اللي ما ياخدش كتف كده يروح كده ولا كده، لا لعيب حلو، لعيب تقيل، وفي نفس الوقت لعيب سريع ولعيب قوي وحافظ مركزه كويس قوي. انا اتفرجت عليه لما بتكون الهجمة من ناحية الشمال بتاعت فريقه، لما بتكون الهجمة على فرقته من الناحية الشمال، بتلاقيه داخل ضامن مع الاتنين المساكين، ما بيفتحش قوي، عكس حمدي النجاز اللي كان على طول فاتح وكان على طول طاير وكان على طول وكان عامل ازمة كبيرة قوي للزمالك في الحتة الدفاعية، رغم ان حمدي النجاز كان في الحتة الهجومية كويس وبيعمل اوفرات بالمسطرة، بس في نفس الوقت حمدي النجاز كان في الحتة الدفاعية صعب جدا. فيجي حسين بن عيادة اللي هو بقى لعيب ميكس، لعيب كوكتيل، مدافع كويس قوي، ممتاز في الحتة الدفاعية، ودي اصلا واجبات مركزه الرئيسية، وعلى الجانب الهجومي برضو لما بيزيد بيعمل خطورة وبيصنع خطورة وساعات بيحرز اهداف. حسين بن عيادة من المميزات بتاعته الاوفر بتاعه حلو قوي، الاوفر بتاعه بالمسطرة، تحس الاوفر يعني متفصل كده، بيفصله للمهاجم بيقوله روح هات جول، فده لعيب كويس. والزمالك عنده مكانين، اعتقد ان كاسونجو مش هيبقى ليه وجود الموسم القادم، واعتقد طبعا بعد هروب حمدي النجاز فانت عندك مركزين، حسين بن عيادة اعتقد هيكون
واحد فيهم لما ان شاء الله باذن الله الايام دي تعدي على خير، وان شاء الله باذن الله الامور ترجع وحركه الطيران ترجع لطبيعتها. اعتقد ان الزمالك هيكمل وهيبقى فيه زيارات، وممكن تبصوا تلاقوا امير مرتضى راح في احد البلدان وممكن يكون بيخلص معاه، وبالاخص ان برضه حسين بن عياده جاله عروض اوروبيه، فهو برضه لسه الدنيا يقول لك اروح اوروبا احسن ما اروح العب في شمال افريقيا. وانا لو لعيب مكانه هفكر بالمنطق ده. الاحتراف الاوروبي طبعا بيكون ليه الاولويه عند اي لعيب بيلعب من شمال افريقيا، فحسين بن عياده هي الصفقه المحتمله. حسين بن عياده اتمنى ان هو يكون ليه وجود مع الزمالك، وبالاخص ان هو بيسمع عن الزمالك وسمع الفتره دي عن الزمالك، فهو عارف ان هو جاي نادي بطولات، هو عارف ان هو جاي نادي بسم الله ما شاء الله كل كام شهر بياخد بطوله. شفنا ساسي جماهيريته بقت عامله ازاي لما جه الزمالك، شفنا بن شرقي اللي كان مطفي يعني كان في النصر السعودي مش هو بن شرقي، شفنا بن شرقي عامل شغل كويس جدا ومتألق مع الزمالك الفترة دي، شفنا أونجم برضو بسم الله ما شاء الله عليه الفترة الأخيرة، لا تحس عاوز وتحس جعان وتحس عاوز يعمل حاجة لنفسه وللزمالك. فالتلات لعيبة دول تحديدا أعتقد إنهم هيكونوا يعني دعم كويس قوي وحافز كويس قوي بن عياده انه يكون موجود ان شاء الله باذن الله مع الزمالك من الموسم القادم. احنا وصلنا لنهايه الحلقه، ومش هننسى نفكركم لو ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه، ولو لسه ما فعلت زر الجرس فعل زر الجرس، ولو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك للفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم.